مقولة تقريبا بتلخص هذا الاضطراب، بيحكوا I hate you but don't leave me. أنا بكرهك بس ما تتركني، بس ما تتركني، خليك معي دائما. حتى يعني بيخافوا من الهجر دكتور، بيخافوا من الهجر بدرجة كثير كبيرة، بمجرد أنه شخص بيبعد عنهم مستعد يعمل أي شيء لحتى يرجع هذا الشخص. يعني لو قلنا مثال، مثلا شخص بحب الثاني بيعمل له بلوك فجأة، لكن في نفس الوقت بيظل يراقب إيش نزل ستوريات مثلا في السوشيال ميديا، أو بيظل يراقبه عن بعد، وفي ذات الوقت هو منقطع عنه. في نوع من التناقض في السلوك دكتور. بالضبط، هو سلوك متناقض، وهو دائما بيحاول يحافظ على بوردر لاين من الاسم، من بوردر لاين بيرسوناليتي، من شخصية حدية، بيحاول يحافظ على حد معين، انه انا ما بتعلق فيك بس بدي اياك تتعلق فيه. مثلا الاشخاص اللي بيكونوا مقربين منهم، الام او الاب او الزوج او الحبيب، هذول اشخاص بالنسبة له اذا هجرني كارثة، مأساة، بأذي نفسي وبأذي، مش بس بأذي نفسي وبأذي، يعني إذا تركني فمعناته أنا ممكن يعني أنتحر، ممكن أودي بنفسي للتهلكة بس ما يتركني هذا الشخص. فبالتالي بيجوا الأهل بيشتكوا بأنه طيب لما أنا بكون مقرب منه وبحبه وبتعامل معه بطريقة كويسة، هو دائما عصبي، دائما بيغلط فيا، بيسف علي، بيأذيني، بمجرد أني أبعد عنه بصير بده يتقرب مني ويحبني أكثر ويتقرب مني أكثر. فهذول الأشخاص بيكون مقرب من اللي حواليه، مثل الأب الأم مثل ما حكينا، أو الحبيب على سبيل المثال، بيشتكوا بأنه لما بنكون قريبين منه بيسيء لنا، بيغلط فينا، بيأذينا بالكلام، بيأذينا حتى تصرفاته غير ودية، السلوكيات تصرفات غير ودية تماما، معادية، حتى مش بس غير ودية، تصرفات معادية. وبمجرد أنه يحس أنه بعدنا عنه أو غلطنا أو زعلنا منه، ببلش هو بده يصلح الموقف، وبصير بيتعاطف، بصير بيدعي المرض. هو فعليا يشعر بالألم لفقدان هؤلاء الأشخاص وابتعادهم عنه. هو يشعر بالأمان لما يكونوا هذول الأشخاص حوله. نعم. وبمجرد أنه ابتعاد هذول الأشخاص عنه، هو بيشعر بأنه فقد الأمان اللي هو موجود فيه، فبالتالي بيعمل أي شيء لحتى يستعيد هذول الأشخاص لحياته. لكن هو فعليا يا أبيض يا أسود، متطرف في مشاعره، ما في عنده مشاعر يعني عادية، ما في عنده مشاعر يعني حب. هذول الأشخاص ممكن يحبوا، ما بنحكي أنه ما بيحبوا، لكن الحب بطريقتهم الخاصة، الحب اللي هو فيه تعلق مبالغ فيه. نعم. الحب اللي فيه يعني اندفاع، ممكن أضل معك 24 ساعة ما تتركني، بدك تضلك موجود معي في حياتي، بدك تقدم لي الأشياء بشكل مبالغ فيه. فهم الحب بالنسبة لهم مربوط بالاهتمام. هذه العاطفة رئيسي المبالغ فيها دكتور، ألا تعني من وجه آخر الاندفاع حتى في اتخاذ القرارات بعيدا عن الحياة العاطفية؟ هم impulsive، اندفاعيين بأغلب قراراتهم، حتى المهنية مثلا، بأغلب قراراتهم حتى المهنية والشخصية والاجتماعية، وحتى قرار الإيذاء الذات بيكون قرار اندفاعي. يعني مش خطة بأنه أنا بدي أذي حالي بعد أسبوع، لا، هي قرار فجأة بيطلع يعني بإلحاح، بيشعر بأنها فكرة ملحة عليه فبيأذي نفسه مباشرة. فهم عادة إمبلسيف بحياتهم أو اندفاعيين. كيف يمكن أن نقدم لهم رعاية معينة داخل إطار المنزل قبل اللجوء إلى المختص أو المعالج النفسي أو حتى الطبيب النفسي طلب الرعاية الطبية؟ جميل. هلأ إحنا بدنا نتفق على نقطة مهمة، لما بنحكي اضطراب بالشخصية فإحنا متأكدين بنسبة كبيرة جدا، بنسبة 90%، إنه غالبيتهم هذول ما بيقبلوا فكرة إنه أنا مضطرب أو عندي اضطراب، ما في استبصار أبدا بالاضطراب، فصعب جدا إنك تقنعيهم بإنه أنت عندك مشكلة. ومثل ما بيحكوها يعني لما توزعت الأرزاق ما حدا عجبه رزقه، لكن صحيح، لما توزعت العقول كل واحد صار يحكي أنا صحيح أكبر عقل. صحيح. فهذول الأشخاص طبعا بيقتنعوا بهاي القناعة بأنه أنا ما عندي مشكلة، أنتوا الآخرين اللي عندكم مشكلة. بدرجة ما أنت محتاج توفر له الاهتمام، إلى حد ما بدك تعطيه الاهتمام بأكبر قدر ممكن. طبعا احنا بدنا نحكي عن الوقايه قبل ما نيجي نحكي عن التعامل مع هذول الاشخاص. فيفترض الوقايه بالدرجه الاولى من البدايه، انه بدنا نتعامل معهم بمشاعر وبانفعالات يعني جيده مع هذول الاشخاص، نعطيهم اهتمام، نعطيهم احترام من الطفوله، بالتالي هذا الشيء ممكن يقلل من فرص انه حتى لو كان هنالك اسباب وراثيه تدعو الى الاصابه بهذا الاضطراب، بنسبه 50% ممكن تحميه. عظيم. اذا كانت التنشئه جيده، حتى لو كان في اسباب وراثيه فأنت ممكن تحميه بنسبة 50%. الآن إذا وصل لمرحلة اضطراب فمعناته بدنا نبلش نتعامل معه بطرق مختلفة. ما باجي برمي ابني ولا بنتي على ابن الناس وبنت الناس، بقول له روح تزوج، إذا تزوج بتنحل مشكلة. صحيح. لا، التزواج ما بحل مشكلة في هاي العلاقات تحديدا، لأنه مجرد وجود أولاد بتزيد المشكلة عادة. هيك نتعامل معهم بالعيادات، الأشخاص اللي صار عندهم أطفال تفاقمت المشكلة. وممكن شو السبب دكتور؟
لأنه بصير في عندهم نوع من الخوف ونوع من القلق الشديد جدا على الحياة، على حياتهم وعلى الآخرين. هم أشخاص بالعادة غير مسؤولين، غير قادرين على تحمل المسؤولية، فبالتالي لما نحطهم أمام مسؤوليات صعبة بتزيد الضغط عليهم، بتزيد القلق عليهم، فبتتفاقم المشكلة. فأنا ما بحكي إنهم ما يتزوجوا، لكن على الأقل يتعالجوا قبل ما يتوجهوا للزواج، ويدوروا على شخصية تكون مقاربة لشخصيتهم يتقبلوهم. حنجد إنه كثير من الأشخاص يعني أنماط شخصية أخرى بحب الاهتمام، بحب إنه يقوم بالاهتمام بالآخرين. إذا أنت تمنحه الاهتمام والتعاطف؟ نمنحه الاهتمام والتعاطف، ومنمنحه حلول بأنه كيف يبحث عن أشخاص يكونوا شركاء بالحياة. صحيح. هاي طرق، بالإضافة لنمط جديد من أنماط العلاج اللي احنا بنشتغل عليها، هي أنماط ما بتحكي له أنه أنت اللي بتتصرف خطأ، هي أنماط بتحاول تواجهه بطريقة عقلانية وودودة مع أفكاره، بحيث أنه هو يبدأ بتغيير أفكاره. وعادة للأسف الشديد اضطراب الشخصية الحدية بياخذ فترة طويلة من العلاج، لكن في يعني العلاجات الحديثة هي علاجات واعدة وممكن تؤدي. عظيم دكتور.